ومصاب. نلاحظ ارتخاء رجول، نزول اليد، خاب سريع، ثم آخر المقطع لاحظ صورة توقيف الحصان من الخاب دون سرد طبعا، ثم لاحظ صورة الرجوع للخلف. نلاحظ يد واحدة، عنان طويل، رجول مرتخية، ثبات تام بدون سرج، العقب سريع، كل ما زاد الحصان خابه السرعة صار أصعب الثبات عليه. مع أن تركيبة الحصان لها دور، ظهر الحصان له دور، قبل الحصان له دور زي ما قلنا، بس بالنهاية الأساس هو الركوب. خيل تختلف لكن بالدرجات، أما اختلاف النتيجة ككل كلها سوء ركوب أو سوء تدريب. لكن سرعة الخاب بعناء رجول مرتخية، يعني لو تعيد المقطع من يوم خبيت لين هذبت، رجول كانت مستمرة في الارتخاء. طبعا ممكن تضم رجولك كمواكبة لو الحصان ضم جسمه زي ما قلنا، لو الحصان بدأ يضم جسمه ضم جسمي عادي، لكن الفكرة ان ليش انا مسترخي؟ انه مسترخي، مما يعني انك ما تثبت نفسك عن طريق رجول. اما الشخص اللي يركب بدون سرج، من يوم يركب لين يخلص وضم رجوله مثلا متشعبط فوق ظهر الحصان، واي اختلاف اي روغة اي خوف الحصان بيحاول يتخلص منك لانه يحس انك حمل زايد على ظهره، ما يثق فيك. نلاحظ الوقوف اخر المقطع، مع انه ما دخل الخب، بس صورة الوقوف ورجوع الخلف زي المقطع اللي قبل شوي. ايضا تعرف على اليد، ممكن ترفع يدك استثنائيا او كحالة استثنائية مواكبة رقبة الحصان، الوقوف بسهولة بيد واحدة ثم رجوع الخلف بيد واحدة، يعني ترفع يدك مواكبة لحركة رقبته عادي، يعني ترفع يدك عشان تثبت نفسك خطأ. ثاني لاحظ بدون سرج كان فترة مرتاح، تركيبة مختلفة، لاحظ رجول مرتخية تماما، خب متوسط او سريع، يد ثابته، ثبات الجسم تماما فوق ظهر الحصان. هذا ظهر المقطع، هذا الحصان كان له كم شهر ما اشتغل. مع ارتخاء الرجل، نزول اليد، استرخاء الحصان، ما في قيام وجلوس ولا في شعبطه بالرجل. عاده في الخاب معناها الخاب طبعا بطيء، بس قصدي حتى الخاب السريع اللي قبل شوي لاحظ، اما الشخص يركب بدون سرج فيتشعبط، يرفع يدينه فوق يضم رجوله، هذا يربك الحصان، او القيام والجلوس بشكل مبالغ فيه اللي قلنا الاب اند داون في السرج. طبعا هذا شيء ما تسويه عن طريق جسمك، مو بس مثلا جسمك رياضي فرضا، الحصان تحتك موزون، يمشي مشي موزون، يسهل عليك فعل الشيء هذا. اذا كان حصان مدرب خطا صعب تسوي كذا. فالهدف ليس فعل الحركه هذه جسميا، خلينا نقول الهدف انك تكون قادر على فعل الحركه هذه جسميا، لان الحصان سهل لك الموضوع لانه مركوب صح او موزون، يمشي مشي موزون سهل بسبب حسن الركوب. هنا فرس عسيف تنعس في لها، نفس الفكره بالضبط، لها تركيبات مختلفه، يعني حصان الاول غير الحصان الثاني غير الفرس الثالثه، تركيبات مختلفه، دماء مختلفه حتى، لكن لاحظ الثبات كيف اثناء الخبب، هذاك الانتقال من الخبب للهذب كيف سلس، والاستمرار حتى في الهذب لاحظ نفس الوضعيه. طبعا ما ابغى اتكلم في الهذب، تكلمنا فيه كثير، ممكن نتكلم فيه مستقبلا، بس لاحظ يعني كيف الثبات في البدايه. احاول اقدم شوي، نشوف اثناء الخبب مره ثانيه كان فيه، انا اغلب شغلي هنا كان هذب. لاحظ هنا خبب انه بطيء، بعيده شوي لكن الفكره واحده، عن سيابيه في الحركه. عاده ممكن تخب الخب ذا وتثبت لكن سرج، فتبالغ في القيام والجلوس، او يركب الشخص بدون سرج لكن يعني رجوله مره مضمومه، طول الطلعه مضمومه، ضام رجوله ورافع يدين عشان يثبت نفسه، فالحصان يتضايق، يحس انك وزن زايد فوقه، يحس انك دخيل عليه خلينا نقول، لكن تحس انك نحن ثبات كيف جسم فوق الفرس، اليدين نازلة، رجول مرتخية، قاعد تسولف. فرس عسير طبعا هذه كانت بداية الهذب، يعني مفترض تكون أصعب. فلو تلاحظ لو تروح تشوف الخيل الأخرى بتلاحظ ممكن ثبات زي كذا أو حتى أحسن، بس بأدوات سرج أو عدم ثبات وبسرج، هذا أسوأ شيء طبعا، أو بدون سرج لكن ما في ثبات. فبدون سرج بدون ثبات وين التميز؟ ثبات نفس الشيء او حتى احسن لكن بسرج اين التميز؟ نفس الثبات بدون سرج هو التميز. كيف يجي هذا التميز؟ عن طريق طريقه الركوب، ما عليك من الجسم كله، عليك من اليد ايش قاعد تسوي، هذا ايش قاعد تسوي، ما عليك من الباقي، هذا ايش قاعد تسوي، طريقه ركوب، اسلوب ركوب. ابغى الثبات ذا بالذات او نفسه بنفس الدقه خلينا نقول بدون ما اركب بالطريقه شبه مستحيل. تحاول تعطي الشخص حلول مؤقته لكن شبه مستحيل. طبعا المحصله النهائيه للخبب هذا او القدره على خبب الحصان بالشكل هذا هو اللي تشوفه هنا في اخر المقطع لما وسعت له ووقفتها، معنا اول مره افتح لها او احركها تحريك زايد او اوسعها شوي، لاحظ سهوله تحريكها له وثبات خطوتها طبعا الان، ثم لاحظ بسهوله كيف زدت سرعتها، ثم بسهوله كيف وقفتها اخر المقطع، وعقب ما وقفت كيف الفرس مسترخي وعادي، معناها اول مره تحركها عسيف، يعني هو ما قصدي احركها حركه سريعه او اوسعها او افتحها. فاللي يصير انك باختصار الخبب
هو خطوة أساسية لما بعد، زي ما كان المسار خطوة أساسية للخبب الزين، الخبب الزين خطوة أساسية للهذب الزين كما ترى، والهذب الزين خطوة أساسية لما سترى اللي هو التحريك أو التوسيع أو الفتح بشكل سريع. ثم لاحظ صوت الوقوف آخر المقطع والاسترخاء. خطوة خطوة عسيف، فرس عسيف، لكن بسهولة تحركت. لاحظ صوت التوقيف آخر المقطع. مرة أخرى عشان يبين المقطع زين. حط ببالك أول مرة تحركها بسرعة، لاحظ الوقوف سهولته، ثم عقب الوقوف لاحظ استرخاءها، ما كانك سويت شيء. أغلب الخيم درب خطأ ومعسوف خطأ لما تحركها زي كذا، ثم توقفها أصلا من توقفها، وإذا توقفها تلقاها هبال تحركها، لكن مستركة تماما. إذا الخبب الصح بالشكل اللي ذكرناه يؤدي إلى هذه النتائج بعد الخبب. بعد الخبب يعني زي بالضبط لغة الجسد تعد الحصان للجود، الجود يعد الحصان للركوب، أو يعد الجود العصف، نقول الجود العصف يعد الحصان للركوب، والمسار يعد الحصان للخبب، والخاب يعد الحصان للهذب. كل خطوة من الخطوات هاي سويتها صح اللي بعدها يكون سهل، سويتها خطأ اللي بعدها يكون خطأ. أيضا التحكم بالحصان أثناء الخبب في الجود مهم. فرس العسيف هاي لاحظ كنت أشرح هنا فكرة إني كيف أخبها، لاحظ عيد شوي بخبها وانا امشي جنبها، لاحظ كيف قدرتك على التحكم بسرعتها اثناء الخبط. ابغى تلعب وتقمص تطلع ما عندها وانا اخبها، ثم بسهوله اوقفها وارجعها ورا وانا كنت جنبها. لاحظ خبت خب موزون ثم هذبت هذب جنبي، لاحظ. ثم لاحظ سهوله التوقيف اخر المقطع، لاحظ توقفها كيف وقفتها، لاحظ. ركز وقوف ثم رجوع للخلف، لاحظ بسهوله. فهذا ايضا امتداد للثبات في الخبط. مبطئ يوضحك الموضوع تماما زي ما قلنا، الرجول مسترخيه قدر المستطاع، نزل يد قدر المستطاع، لا تثبت نفسك عن طريق اليد يعني. وزن خطوه وسرعه الفرس واتجاهها او الحصان ما يؤدي الى ثبات خطوته، مما يسهل ثباتك فوق ظهره. لو الخطا اللي بيكون هنا، لو كان ركوبك خطا، بتلاحظ الرجول مضمومه زياده عن اللزوم مما يربك الحصان او الفرس، ارتفاع اليد زياده عشان تثبت نفسك مما يؤدي الى ارتباك الحصان وتلخبط خطوته مما يؤدي الى عدم ثباتك. أثناء السرج